السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني، كي دايرين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم المغربي اشرف حكيمي طلع في الندوه الصحفيه اللي كتسبق مباراه كلوب بروج في دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، واللي كانت مع المدرب ماوريسو بوكيتينو، واللي الصراحه كانت اجواء رائعه في المؤتمر الصحفي. ولكن الاهم من ذلك هي التصريحات اللي قالها المغربي اشرف حكيمي. كيف العاده وبدون اطاله ندخلوا نشوف في تفاصيل الموضوع ونبداو على بركه الله. مبدئيا تصريحات اشرف حكيمي من الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، بحيث في الاول هضر على المباراه الغد ضد فريق كلوب بروج وقال بالحرف: تفاجئنا بمستوى فريق بروج في مباراه الذهاب، انهم فريق رائع ويلعبون بشكل جيد للغايه عندما يكونون على ارضهم، لذا ستكون مباراه رائعه والتحدي لنا هو الفوز بها. انها مباراه في دوري ابطال اوروبا، الكل يريد ان يلعبها، انه نفس الهدف بالنسبه لجميع المباريات. انها ليست مباراه العوده بل مباراه جديده في دوري ابطال اوروبا، نريد الاستفاده من هذه المباراه وهذه المنافسة. لقد لعبت بالفعل ضد كلوب بروج عندما كنت مع فريق دورتموند، انهم فريق جيد للغاية ولديه لاعبين جيدين. وايضا اشرف حكيمي هضر على البداية ديالو مع الفريق وقال: لقد بدأت الموسم بشكل جيد جدا، خاصة بعد ان اتيحت لي الفرصة لتسجيل بعض الاهداف، بعد ذلك انا مدافع وبالتالي فان اولويتي هي الدفاع، لكني احاول ايضا مساعدة الفريق في الهجوم. هدفي الاساسي هو ان اكون دفاعيا جيدا وليس ان اسجل، ولكن من وجهة نظري الظهير العصري خاصه يكون مؤثر من الناحية الهجومية، هي من حيث التسجيل او امداد المهاجمين بالتمريرات الحاسمة اللي كتجي منها الاهداف. المهم اشرف حكيمي كمل التصريح ديالو وقال: في الوقت الحالي تسير الامور على ما يرام، فانا اتكيف مع الفريق ومع زملائي والمدينة ايضا، وانا حاليا اتعلم اللغة الفرنسية. اما على الانتقادات اللي كتوجه لفريق باريس سان جيرمان، فقال اشرف حكيمي: يتحدث الناس دائما سواء لعبنا جيدا او سيئا، سيكون هناك دائما ما يقولونه، نحن نحترم النقاد، ومع ذلك فإن فريقنا يتكون من كثير من اللاعبين الجدد. أولا عليك أن تتعايش جيدا وتضع تعليمات المدرب موضع التنفيذ، وسيأتي ذلك شيئا فشيئا، سوف نتحسن ونحظى بمزيد من المرح. أما عن علاقتي مع كليان بابي، فقال حكيمي: نحن أصدقاء جيدون للغاية، تم إنشاء رابطنا بشكل طبيعي، نحن في نفس العمر ونحب نفس الأشياء، هذا ما يجمعنا داخل وخارج الملعب. اذا كان هذا هو التصريح ديال المغربي اشرف حكيمي في الندوه الصحفيه اللي كتسبق مباراه كلوب بروج في دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ. والناس اللي كتسول على توقيت المباراه، فالماتش غادي يكون ان شاء الله على الساعه 6:45 دقيقه، يعني 7 الا ربع. وختاما كيبقى راي ديالكم في التصريحات ديال اشرف حكيمي لانه مهم جدا، واش في نظركم كان التصريح ديالو واقعي او دبلوماسي؟ وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.